هذا المحتوى الإذاعي في إطار مشروع شبكة الإذاعات الجمعوية المغاربية بكل من المغرب، تونس والجزائر. تشرف عليه كل من جمعية مبادرات مواطنة، منظمة إغيم والاتحاد التونسي للإعلام الجمعيات. تحية لكل متابعينا وين ما كنتوا، جيكم من هدى الجويني من إذاعة كابسا أف أم من تونس في لو ديبا. اليوم نحكو على موضوع واقع الإعلاميات والصحفيات في الإعلام التونسي، وتعرفوا الناس الكل أنه المرأة التونسية تفرض حضورها بقوة في قطاع الإعلام وخاصة منه المسموع، إلا أنه غالبا ما تقوم بدور جندي الخفاء اللي يطلع بالمهمات الصعبة كيف المواكبات الميدانية، إعداد البرامج، تحرير الأخبار، حيث تبلغ نسبة النساء 54% من إجمالي العاملين في هذا القطاع، وعددهم تحديداً 1598 صحفي حسب تقرير اللجنة المستقبلية لإسناد البطاقة الوطنية للصحفي المحترف لسنة 2020. ونفس النسبة تم تسجيلها في قطاع الإعلام الجمعياتي، حيث تهيمن الإعلاميات عليه بنسبة 55%، يتوزع على مختلف المهام حسب دراسة قامت بها إذاعة كابسا الجمعياتية. وهذا الشيء اللي أكد على اعتماد المؤسسات الإعلامية على مقاربة النوع الاجتماعي خاصة في مواقع القرار. في المؤسسات الإعلامية الجمعياتية عنا 6 مؤسسات تديرها نساء، وكذلك عدد هام من رئيسات التحرير في بقية المؤسسات الجمعياتية والعمومية وحتى الخاصة منها. هذاك علاش اليوم، وللحديث على الموضوع هذايا بأكثر تفاصيل، تحضر معنا الزميلة الصحفية مبروكة جبلة رئيس التحرير إذاعة نفزاوة أفام، اللي باش نطرحوا عليها سؤال ممكن من أهم الأسئلة اللي تطرح اليوم، وهو هل يعتبر الحضور النسوي في الإعلام التونسي اليوم إيجابي أم لا، وهل هو حضور كمي أم نوعي؟ هدى مرحبا بك، ومرحبا بكل متابعي ومستمعي برنامجكم. هو في البداية معناتها كل المؤشرات والأرقام وحتى يعني التفاصيل اللي نتابعوا فيها بشكل يومي على المشهد الإعلامي في تونس تأكد أنه بعد الثورة حققت تونس طفرة نوعية في الإعلام التونسي، خلت التواجد النسائي يكون أكثر من حيث الكمية والنوعية. لكن اليوم إذا كان باش نقيمه مدى نجاعة وفاعلية التواجد النسائي في المشهد الإعلامي كصحفيات، على الأقل نحس بنوع من أو باش نلاحظه نوع من النقص الكبير، خاصة إذا باش نتحدث على الإعلام الخاص أو الإعلام العمومي أو وسائل الإعلام الكبرى في تونس اللي تقريبا سيطر على المشهد فيها التواجد الرجالي أكثر. لأنه اليوم نتحدث على الكم ثم نتحدث على النوعية. إذا نتحدث على الكم، النساء متواجدات بشكل ملفت، بشكل كبير، بشكل خلينا نقول اللي تواجد المرأة في الإعلام التونسي متميز وفما توازن على الأقل في المشهد الإعلامي ككل. لكن إذا كان باش نتحدث على النوعية نشوفوا اللي ثم سيطرة كبرى من قبل الحضور الرجالي المشهد الإعلامي، خاصة في البرامج الكبيرة أو في البرامج المؤثرة، نحس اللي ثم نقص نوعا ما لتواجد المرأة. فالكونتر كذا باش نحدثوا على الإعلام الجمعياتي، لاحظوا اللي الإعلام الجمعياتي أعطى فرصة كبيرة للنساء الإعلاميات اللي برهنوا للعالم الكل، مناش نتحدث على تونس بركة، إنه المرأة قائدة في مجال الإعلام، إنه المرأة صانعة للقرار، ما هيش فقط تنجم تكون يعني وسيلة لصناعة المضامين فقط. اليوم المرأة حققت الريادة في إدارة المؤسسات الإعلامية، إدارة التحرير، إدارة البرمجة وغيرها. لكن إذا باش نقيموا المشهد الإعلامي ككل، مازال ثم نقص كبير لتواجد المرأة من حيث النوعية، لكن الكمية موجودة، والكمية تقريبا من الناحية الكم تقريبا فما سيطرة شوي للتواجد العنصر النسائي في المشهد الإعلامي ككل في تونس. بالنسبة للأعداد أو المؤشرات أو غيرها، حاجة أخرى ودائما يخفيك زيادة اللي اليوم للأسف مازلنا نتحدث على الاستغلال للنوع الاجتماعي
لأنه المرأة الإعلامية راهو شأنها شأن أي مرأة تشتغل في أي قطاع في تونس. هاو باش نحكوا عليها من بعد مبروكة، لكن قبل خلينا في الجزئية هذه، حكيتي على التواجد الكمي وحكينا على النسب المحترمة للتواجد النسائي في المؤسسات الإعلامية واحترام مقاربة النوع الاجتماعي في تواجد المرأة الإعلامية، لاحظنا أنه ما ينعكسش على المضامين اللي موجودة على مختلف الوسائل، فهل تطبع وسائل الإعلام التونسية مع الذكورية في إنتاجاتها؟ والله هو سؤال في محله، والكلمة تطبع تقريبا خير وصف للي يشوفوا فيه اليوم في المشهد الإعلامي. علاش؟ على خاطر باش نرجع ونقول لك المؤسسات الإعلامية الكبيرة في تونس اليوم والبرامج ذات التأثير الكبير نشوفوا فيها تقود فيها رجال، وحضور المرأة يكاد يكون مجرد زينة تقريبا أو للديكور فقط للأسف. هذا قاعدين نشوفه فيه، قاعدين نشوفه حتى في قراءات نقدية كبيرة من قبل الهياكل المعنية بقراءة القراءة نقدية للوضع الإعلامي في تونس، ولا حتى احنا كمعناتها كإعلاميين وكإعلاميات قاعدين نلاحظوا ان حضور المرأة في البرامج الكبيرة والبرامج المؤثرة خاصة من الناحية الإعلامية يكاد يكون فقط للزينة أو للديكور أو الاكتفاء بها في بعض الفقرات الصغيرة، لكن الحضور الرجالي حضور كبير جدا. هذا خلينا نتحدث على كما قلت معناتها تتبيع كبير للحضور الذكوري للمشهد في المشهد الإعلامي في تونس. خلينا نتسائلوا علاش ساعة، وهو حتى على كفاءة المرأة من الناحية الإعلامية، ثم هل إنه المرأة قادرة إنها تصنع المحتوى وإنها تكون فاعلة في المحتوى؟ أنا كمرأة إعلامية أكد لك إن المرأة الإعلامية في تونس من خيرة الإعلاميات في الوطن العربي ونجم نقوله في العالم الكل. وقاعدين نشوفوا هذا من خلال عدد من الوجوه الإعلامية وحتى في إذاعاتنا الجمعياتية، الأصوات اللي قطعتها المرأة في المجال الإعلامي في تونس أصوات كبيرة جدا إيجابية جدا ومهمة جدا، لكن تنقصها التفاتة كبيرة زادة وتنقصها اهتمام كبير بقيمة المرأة في الساحة الإعلامية في تونس. تأكيدا لكلامك مبروكة، رصد وضع المرأة في الإعلام التونسي أو تم رصده بوصفه وضع مشرف مقارنة ببعض الدول الأخرى اللي تعتبر لحد اليوم تقلد امرأة لواقع القرار لمواقع القرار إنجاز عظيم، وهو أمر مهم يرسخ ضرورة أنه يتلائم هذا مع التواجد مع التطور المجتمعي اللي تعيشه البلاد خاصة العشرية الأخيرة، ويعزز هذا المبدأ القطع الكلي مع الصورة النمطية للمرأة في قطاع الإعلام، وخاصة عملها على المواضيع التقليدية اللي للأسف تختزل دورها في أدوار اجتماعية أو اهتمامات منزلية أو ترفيهية بعيدة على القضايا الحساسة والحارقة في المجتمع. حسب رأيك مبروك اليوم، كيفاش السبيل للمزيد تعزيز الحضور النوعي للمرأة الإعلامية وتحقيق مبدأ المساواة الفعلية والتامة مع الصحفيين؟ يعطيك صحة هدى، هو سؤال مهم جدا، وربما باش نقول لك اللي تونس ديما كانت رائدة في حضور المرأة، ديما قاعدين نشوفوا اليوم في التشكيل الحكومي الجديد المرأة تكتسح المجال السياسي، المرأة اكتسحت المجال الرياضي، والمرأة زادت اكتسحت وما زالت باش تكتسح المجال الإعلامي. قاعدين نشوفوا في فما هو باش ما نغطوش عين الشمس بالغربان، فما مبادرات كبيرة لإعطاء وإبراز صورة المرأة الإعلامية خاصة في مواقع الريادة. قاعدين نشوفوا اللي فما حتى الدورات التكوينية مهمة جدا باش تنجم تسلط الضوء على النقطة هذه بالذات، ودور المنظمات والجمعيات المهتمة بالقطاع الإعلامي في تونس سواء كان منظمات إعلامية أو منظمات عالمية ودولية ووطنية زادة، دورها مهم جدا في نقض الغبار على النقطة هذه بالذات. علاش؟ لأنه في تونس تقريبا ما يتمش تناول النقاط هذه، ويقول لك ما سماش فرق، عطيني الكاميتي وما يهمنيش ذكر أو أنثى أو رجال، لكن عندنا تفرق، تفرق أنه المرأة اليوم نتخلصوا بها من الصورة النمطية، أنه اليوم المرأة هي قادرة على الريادة، قادرة على الإفادة، وقادرة على صناعة المضامين الإعلامية بأكثر جودة. اليوم نتحدث على صحافة الجودة، على صحافة الاختصاص، اليوم نتحدث على الصحافة اللي تنجم تعمل برقاج على المشهد اللي قاعدين نشوفه فيه اليوم.
وهذا ما ينجم يتحقق في اعتقادي إلا إذا كان أعطينا للمرأة حجمها الحقيقي وحقها الحقيقي في إنها تكون صاحبة قرار، إنها تكون في مكان وفي محور الريادة في المؤسسة الإعلامية. ما نكتفوش راهو المرأة اللي نجم نستغلوها بكل الأشكال بأزهر الرواتب والأجور باش نجم تخرج تجيب لي مضمون إعلامي ميداني، فقط وقت اللي المرأة نجم تكون قادرة على قيادة إدارية مهمة جدا في المؤسسة الإعلامية بتاعها. اليوم المرأة راهي قادرة على أنها تعمل لك بلان استراتيجي كامل لمؤسسة إعلامية. أيوه. الإعلام ماهوش فقط مضمون، الإعلام تسويق، الإعلام إدارة، الإعلام مجلس إداري يكون متكامل ومعناتها فيه تشكيلة محترمة جدا في مبدأ التناسق بين النساء والرجال، وفي زادة مبدأ المساواة الفعلية حقا حقا فعلا. يعني ما نكتفوش فقط بالنظرة أو بالطريقة النظرية، اليوم رانا في حاجتنا إنه نشوف نساء رائدات فعلا في قيادة المؤسسات الإعلامية. وبداية طبعا مش غريب عليك الشيء هذا، نعرف مجهودك الكبير في إذاعة كفة أفام، وأنت خير مثال على أنه النساء اليوم قادرات على أنهم يترأسوا ويتقلدوا مناصب كبيرة في المشهد الإعلامي، وأنهم يقودوا السفينة الإعلامية لمؤسستهم هذيك إلى بر الأمان. اليوم يتحدثوا على مؤسسات إعلامية جمعيتية كانت رائدة زادة بأنها تشع بصورة المرأة، أنها تعطي للمرأة حقها. وتعطي زادة فما إذا كان باش نقارنوا بين الإعلام الجمعياتي والإعلام الخاص والإعلام العمومي، نشوفوا هذه الإعلام الجمعياتي بادرة ومازال بادر في أنه يحقق المبدأ هذا متاع المساواة، وأيضا يعطي للمرأة حقها في أنها تكون مش وسيلة باش توصل أنت تحقق جودة المضامين بقدر تكون هي صانعة للمضامين، وأيضا قادرة على أنها تترأس مجالس الإدارة في المؤسسات الإعلامية، تترأس التحرير وتترأس البرمجة، ونشوف المرأة تقنية. أي. نشوف المرأة منشطة، نشوف المرأة منتجة، نشوف المرأة صانعة للمحتوى، وأيضا إدارية بكل كفاءاتها بجديتها بحرصها على أنها اليوم تغير المشهد الإعلامي، وأيضا فما قناعة ذاتية عند المرأة الإعلامية اليوم في تونس إنها تحطم الصورة النمطية في مشهد فيه تحدي كبير. إنه نتخمس منك الصورة اللي راهو المؤسسة هذه من أجل نقودها كان رجل أو كان يعني عنصر رجالي، هذه عمرها ما كانت صحيحة قدر ما يعني تكون على صلة كبيرة بمبدأ الكفاءة، وشكون قادر على إنه ينجح المؤسسة الإعلامية هذه أكثر دون إنه نغوص في بعض التفاصيل اللي ربما ما تعنيناش بقى شكون يقودها عنصر رجالي أو نسائي، بقدر ما شكون أكفأ وقادر على إنجاح المؤسسة الإعلامية هذه. يعني في الأخير هو احنا ما حشناش باش تكون المرأة او الإعلامية او يعني الصحفية موجودة في موقع قرار فقط لأنها مرأة، بل لأنها كفأة ولأنها تستحق هذا المنصب وتنجم انها تنجح فيه وتقدم فيه الإضافة، يعني اكثر من هذا. هو تحدي كبير زادة هداي، هو تحدي كبير، لانه اليوم كما قلت لك مبكري فما رهانات كبيرة راهو اليوم على تونس، وقت اللي نتحدثوا على اول رئيسة حكومة معناتها عربية تكون تونسية، اليوم نتحدث على أنت جابر اللي قاعدة تقدم في المشهد الإعلامي المشهد الرياضي العالمي في الرياضة، كانت حكر في 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 مرحلة معينة على الرجال، وكانت في تصنيف عالمي متأخر نوعا ما في ظرف أسبوع أو أقل من أسبوع، أنت جابر حققت يعني مراتب متقدمة، المرتبة الثامنة عالميا، ما هيش سهلة. وهذه مش نوع يرجع، هذا يرجع لإيمان كبير بأنه اليوم المرأة قادرة في قرارة نفسها على أنها تتقود، أنها ما تكونش فقط سامحوني في العبارة بيدق يتحرك باش يملوا به فراغ أو عنصر للزينة أو للديكور. المرأة اليوم قادرة على أنها تتحدى نفسها، على أنها تتحدى الواقع اللي فيه صورة نمطية على صورة المرأة. خليني نسألك، مبروكة كرئيسة تحرير، اليوم تشوفيش أنه من الواجب أنه يتم تحفيز النساء الإعلاميات والصحفيات على أنه تنعكس يعني الجندرة في المضامين الإعلامية اللي قدموها؟ لأنه للأسف شفنا البعض من الهينات في هذا الموضوع، ممكن عدم دراية، ممكن نقص في التكوين، في أنه بعض المواضيع يعني حتى يقوموا بها نساء لكن تحس فيها نوع من الذكورية. اليوم كرئيس التحرير حسب رأيك يعني شنو الحلول السريعة اللي تنجم تخلي المضامين
تمشي أكثر فأكثر نحو المساواة. خليني نقول باش ما نقولوش احنا ضد الذكورية، لكن كذلك زادة مش باش نمشوا في الاتجاه المعاكس. دونك كيفاش تنجم تنعكس هالوجود هذايا على المضامين؟ هو فعلا هدى وقت اللي تكون المرأة هي يعني في موقع القرار في المؤسسة الإعلامية تكون أكثر اهتمام بقضايا المرأة في حد ذاتها، وتكون في نفس الوقت تتركز بشكل ملفت على النواقص اللي كان يشهدها أو تشهدها وسيلة الإعلام اللي هي تنتمي لها في ربما مع رؤساء التحرير السابقين لها والكل، وتحاول أنه تخلق هالمعادلة. والمعادلة ما هيش صعبة، هي معادلة سهلة جدا للغاية. اليوم وقت اللي نتحدث على إعلام قرب لازمنا نفهم مش معناتها إعلام قرب. وقت اللي نتحدث الإعلام قرب بعدش محتكر فقط على الإعلام الجمعياتي، لأنه اليوم كل وسائل الإعلام أصبحت ترنو إلى أنها تكون قريبة من المجتمع متاحة في المضمون، في المحتوى، في المواضيع اللي تنطرحها، في الاهتمام بالنوع الاجتماعي. اليوم إذا كان شفنا في العشر سنوات هذه ما بعد الثورة وأكثر شوي، شفنا فما اهتمام كبير في الدورات التدريبية على موضوع الجندرة والنوع الاجتماعي وتركيز المساواة بين مختلفة معناتها الشرائح العمريه ولا النوع الاجتماعي في مجتمعاتنا، سواء كان معناتها في الاعلام الجهوي ولا الاعلام الوطني وغيرها. اليوم نتحدث زاده على المراه اللي هي في تحدي كبير، انها اولا هي تفرض روحها في انجاح البوست او انجاح الدور اللي هي تلعبه في وسيله الاعلام اللي تنتمي لها كرئيسه تحرير او كمديره وغيرها. والنجاح هذا ما ينجم يكون إلا بمحاولة البناء على أنقاض الماضي، أنقاض يعني ما سبقها من معطيات تنجم تبدأ منها هي. وقت اللي يصير فما تقييم للمحتوى الإعلامي للمؤسسة ما قبل ترأسها للتحرير مثلا أو البرمجة وما بعد ترأسها، يعني يجي اليوم نحط ورقة وستيل ونقول شنو اللي مشي معانا في المرحلة السابقة وشنو اللي لازم يتم تطويره في المرحلة القادمة. اليوم وداك ما تعرفي اللي حتى في وسائل الإعلام كلها في تونس، إذا كان باش نسمع المتدخلين في مختلف البرامج، صدقيني أكثر من 50% من المتدخلين في مختلف البرامج سواء كان برامج اجتماعية رياضية ولا سياسية ولا غيرها، سنلقوا اللي حتى المتدخلين من العناصر النسائية. لأنه اليوم المرأة مهتمة جدا بالإعلام، اليوم المرأة عندها علاقة كبيرة جدا بالراديو بالتلفزة وغيرها، وعندها علاقة كبيرة جدا بالمحتوى الإعلامي. إذا كان المرأة ما تلقاش روحها في الموضوع هذاك، تأكدي أنه باش تستقيل من المشهد ككل، وأنها ما تتدخلش وأنها ما يثيرهاش الموضوع. لكن اليوم الحمد لله وفقنا على الأقل كإعلام جمعياتي في استقطاب المرأة، في على الأقل أنه نقوله ركزنا على عدد من المواضيع اللي تهم المرأة، في أنه خلوها عنصر فاعل وشريك كبير جدا في صناعة المحتوى متاع برامجنا ومتاع أخبارنا ومتاع المحتوى ككل اللي نقدموه في مختلف يعني محطاتنا الإذاعية. اللي نتحدث على المرأة اللي لازمنا نلمس فيها هكا الكفاءة، المرأة العاملة، المرأة الريفية، المرأة اللي في الدار، المرأة المربية، بكل معناتها أطيافها. المرأة اليوم مهم جدا أنها تكون متواجدة في المشهد الإعلامي في تونس، سواء كان صحفية معناتها هي صانعة للمحتوى، وإلا زادة مرأة مواطنة قادرة على أنها تتفاعل مع المحتوى وتعبر على رأيها. واليوم ما تنسيش أن تونس حق تفرع وتطور كبير في حرية الرأي وحرية التعبير، لازمنا اليوم نستغلوا هالمحطات الناجحة في تاريخ تونس هذه باش نجموا نحققوا المساواة والعدالة بين الحضور النسوي والحضور الذكوري في مختلف وسائل الإعلام. طيب مبروكة، هو رغم كل يعني الأرقام والمعطيات اللي تفيد بالمكانة اللي افتكوها الإعلاميات والصحفيات التونسيات بفضل كفاءة لا غير، إلا أنه ما تحقق لا يزال غير كافي. خلينا نقوله أنه يمارس على الإعلاميات في بعض المؤسسات الإعلامية عنف اقتصادي متمثل خاصة في عدم تكافؤ الفرص على المستوى الوظيفي، كذلك زاد غياب المساواة في الأجر على أساس النوع
الاجتماعي. نعرفوا انه للاسف في بعض المؤسسات مانيش باش نذكر اسكو بيان سور ماهيش عموميه, لكن خلال جائحه كورونا كانوا الإعلاميات والصحفيات الأكثر تضرر بسبب فقدانهم المواطن الشغل, ويعني فما مؤسسات تخلت على الإعلاميات والصحفيات على أساس أنهم الحلقة الأضعف واللي ما يتجهوش للمطالبة بحقوقهم عند التسريح. يعني يقولك انه نشغل الاعلاميات او الصحفيات, فطريقة التخلص منها بعديك خليني نقول اذا صح التعبير باش تكون اسهل من اني نتخلص من رجل لانه باش يتبعني ويضغط عليا ويعمل يعني برشا حاجات. دونك لهنا حسب رأيك شنية الحلول اللي تمكننا من مأسسة النوع الاجتماعي في قطاع الإعلام ودفع المؤسسات لتبني ممارسات عادلة ومنصفة على جميع الأصعدة, يعني مش تخدمها وبعديك يعني ما تعطيهاش حقها كامل كما الرجل أو تتخلى عليها معناها في أي أزمة كيف ما قلنا كيف ما جائحة كورونا. دونك حسب رأيك شنية الحلول اللي تخلي النوع الاجتماعي يكون موجود في المؤسسات في حد ذاتها؟ يعني في هل رفعوا الوعي لدى القائمين على المؤسسات هذوما أو أصحاب المؤسسات الإعلامية بمقاربة النوع الاجتماعي ينجم يكون حل من هذه الحلول؟ فعلا هدى, هو ما ينقص المشهد ككل في تونس هو غياب وطرق قانونية واضحة في عملية الانتداب. الانتداب على شنو أساس قاعدية يقايم على أي أساس قاعدية يقوم بالانتداب هذايا؟ هو على أساس الكفاءة, على أساس احتياج معناتها ما تحتاجه المؤسسة الإعلامية, وهل هناك قانون يضبط عملية الانتدابات يشمل كل المؤسسات الإعلامية بما فيها الإعلام الجمعياتي؟ للأسف غياب الأطر القانونية هذا أكبر كارثة اليوم تحل بوسائل الإعلام في تونس وخاصة بوضعية المرأة الصحفية والإعلامية في تونس. سبق وقلت لك زاد هدى اللي اليوم المرأة في أغلب وسائل الإعلام نشوفوها تشتغل في الكواليس, تشتغل في الإنتاج وتشتغل في الأعمال الميدانية, وهذا خير دليل على أنه اليوم المرأة فما استنقاص. ومع كامل احترامي بطبيعة زملائنا والصحفيين والصحفيات الكل الميدانيين, لكن زادة أعطونا فرصة خلي نكونوا في مواقع الريادة في أنه نكونوا صانعات للقرار, في أنه نكون اليوم مقدمات لبرامج كبرى لبرامج إعلامية مؤثرة في المشهد الإعلامي في تونس ككل. لكن للأسف الاكتفاء هذا يخلينا نتحدث على الحق الاجتماعي والاقتصادي للمرأة الصحفية اليوم, اللي كما تبقى قلت زادة هدى بأنه فما هرسلة كبيرة تتعرض لها الصحفيات والإعلاميات وفما استغلال اقتصادي كبير جدا. هذا يدل على هشاشة الأطر القانونية, هشاشة زادة الوضعية الاجتماعية للمرأة الصحفية وخاصة عدم تتبعها قانونيا لبعض الإخلالات اللي تنجم تتعرض لها عكس الرجل اللي هو قادر على التتبع, قادر على عدم التفريط والتسليم في حقه. الحلول في اعتقادي نجم عنا حلول قريبة المدى وحلول بعيدة المدى. تعرف اللي اليوم سألنا القوانين ماهوش بالأمر السهل, لكن جزا نحتاجه أن يكون فما قانون يضبط عملية الانتدابات داخل المؤسسات الإعلامية. اليوم الاكتفاء بالعنصر الرجالي في المؤسسات الإعلامية أصبح خيار معناتها من قبل مديري المؤسسات هذه, وما نعرفش شنو الحسابات اللي تخليهم يستبعدوا الانتدابات النسائية واللي يقتصروا عليهم في بعض الأدوار الصغرى. يعني هذه من الحلول بعيدة المدى أن يكون فما قانون يضبط عملية الانتدابات داخل المؤسسات الإعلامية. يا أخويا حطينا قانون نفهمه كيفاش يتم عملية الانتداب, شنو الحقوق والواجبات للمرأة الصحفية ولا للرجل الصحفي اليوم في تونس في المؤسسات الإعلامية. من الحلول قريبة المدى هو نعرف اللي دور النقابي مهم جدا, وقاعدين نشوفه زادة في النقابة التونسية للصحفيين معناتها قاعدة تبذل في مجهود كبير جدا بأنه تعكس حتى بالإحصائيات عملية الهرس اللي تتعرض لها الصحفيات, بأنه ترصد حتى من خلال المرصد نشوف العنف اللي تتعرض له المرأة الصحفية, عنف اقتصادي, عنف جسدي, عنف مادي واستغلال كبير معناتها قاعدة تتعرض له من داخل وخارج المؤسسة الإعلامية اللي تنتمي لها. فمن الحلول قريبة المدى هو التنبيه, وهو الإشارة للمشاكل هذه, وفي نفس الوقت لازمنا اليوم نقوم ب معناتها حتى جرد للمؤسسات الإعلامية نشوف وضعية المرأة الصحفية فيها كيفاش, ما نكتفوش ولا ما نستنوش
فقط انه تصير عمليه اعتداء ولا عمليه احاله على البطاله يعني الاضطراريه للمراه الصحفيه باش نجم نقولوا هي تتعرض للعنف. اليوم العنف موجود وفما عدم المصرح به، معناتها فما عنف مش مصرح به ما نجموش نتحدث عليه، لكن لازمنا نكتشفوه ولازمنا نتحدث عليه ولازمنا نعطوا الاحصائيات الصحيحه ولازمنا ندافعوا على حق المراه الصحفيه باش نخلوها تنعم وتنهل على الأقل من بعض الحقوق اللي ينهل منها الرجل الصحفي. نشكرك برشا زميلتنا مبروكة جاب الله رئيس التحرير إذاعة نفزاوة على تدخلك معنا في البرنامج برنامج لوديبا اليوم، وبالحق يعني هذا موضوع يستحق أكثر وأكثر وقت في الحقيقة للحديث على واقع الصحفيات في تونس. والحمد لله احنا خلينا نكون أو ننهو هذا التدخل نوعا ما إيجابية، لأنه في الحقيقة يعني الوضع في قطاع الإعلام الجمعياتي يعني يعتبر جيد وجيد جدا، يعني في مستوى مقاربة احترام مقاربة النوع الاجتماعي وإعطاء المرأة مكانتها مقارنة ببعض القطاعات الأخرى. شكرا لك ودين حب زادة، نشكرك على إتاحة الفرصة هذه، لأنه اليوم على الأقل معناتها كمبروكة وإلا كهداء نحن نعتبر أنفسنا نموذج للنساء الإعلاميات على الأقل اللي كانوا قادرين على كسب الرهان في قيادة المؤسسات الإعلامية متاعنا. وفي نفس الوقت نحب نقوله معناتها في المشهد الإعلامي ككل في تونس راهو المرأة محل ثقة كبيرة، والمرأة الكفاءة متاعها لا تقل معناتها على كفاءة الرجل، بالعكس فما جدية كبيرة وفما رهان كبير وفما إصرار ورغبة على إنجاح الإعلام والمؤسسات الإعلامية متاعنا. لهذا لازمنا نخلق فرصة، مانيش باش نتحدث على الإعلام التجاري لأنه ربما حتى الخط التحريري متاعه واضح وككل، لكن خلينا نتحدث على الإعلام الجمعياتي والإعلام العمومي، نعطي فرصة للمرأة في إنجاح وإلا على الأقل أنه نعطوها فرصة أنها تتقلد المناصب هذه باش نجم نقوله المرأة اليوم قادرة على إنجاح المؤسسة الإعلامية متاعها وقادرة على أنها تغير الصورة النمطية. راهو تعب في هدايا لمجتمعنا في الجنوب ولا في الجنوب الغربي ولا الشرقي ولا حتى في مختلف المناطق الداخليه، تم اختلاف حتى في زاويه التفكير في تواجد المراه في حد ذاتها. اذا كان احنا كاعلاميين ما نجمش نحاربوا الصوره هذه، ما ننتظروا حتى حد قادر على انه يحاربها او انه يحارب حقيقه الصوره للمراه كاعلاميه ولا فعلا يحارب من اجلها، ولا زاد راهو المراه دي ما تنتظر في الفرصه باش تعبر على تواجدها. خلينا نخلقوا من ذواتنا الفرصه هذه ونخلوا للمرأة المجال والحق زادة في أنها تبرز طاقاتها وإبداعاتها وكفاءاتها، والحمد لله إن شاء الله نكون خير مثال على نجاح المرأة الإعلامية في وسائل الإعلام الجمعياتية ولا إعلام القرب ولا الإعلام في المؤسسات الإعلامية في الولايات الداخلية، إن شاء الله نكون خير دليل وخير مثال على هذا. نجدد شكري ليك زميلتنا مبروكة جابالة، تحياتي ليك، وإن شاء الله أكيد في مناسبات أخرى تكون ليك مداخلات معنا في مختلف المواضيع اللي تهم الإعلام في تونس. وفي ختام لقائنا لليوم وكنتيجة لكل الأسباب اللي تم ذكرها، اعتبر تقرير تنمية المرأة العربية الثالث المرأة والإعلام أن المشهد الإعلامي بالنظر للعاملين فيه هو مشهد مؤنث مظهرا فقط، وهو مشهد مذكر قرارا، مشيرا في الختام على ضرورة التأكيد على أهمية استثمار مقاربة النوع الاجتماعي في الإعلام ومزيد التركيز على إعادة توجيه البرامج داخل الفضاء الإعلامي وإحداث تغييرات جوهرية على مستوى الممارسات والمضامين اللي تعكس تواجد المرأة فيه. خلينا نمشي ونشوفوا شنو الوضع بالنسبة للمرأة الإعلامية في الجزائر. هذا المحتوى الإذاعي في إطار مشروع شبكة الإذاعات الجمعوية المغاربية بكل من المغرب، تونس والجزائر. تشرف عليه كل من جمعية مبادرات مواطنة، منظمة إغيم والاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي. مستمعين الأعزاء مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم الأسبوعية قيم إنسانية فالور هيومان. في عددنا لهذا الأسبوع إذاعة من صوت لهم الجزائرية وإذاعة كابسا التونسية اخترت لكم موضوع التحرش الجنسي الذي تتعرض له المرأة الصحفية في وسط عملها. نبدأ مع إذاعة من صوت لهم التي استضافت سيدة أميرة بوجمعة صحفية مقيمة بالعاصمة تبلغ من العمر 27 سنة ومقدمة برامج في إذاعة إلكترونية وممثلة. مرحبا بك أميرة.
أميرة، ما رأيك في ظاهرة التحرش الذي تتعرض له المرأة الصحفية في الجزائر؟ التحرش اللي تتعرض له المرأة في الجزائر يعني راهي ظاهرة تأخذ أبعاد خطيرة في المجتمع الجزائري، وين أصبحت المرأة بمجرد خروجها من البيت تتعرض وباستمرار للتحرش، إما بالهضرة لي كومونتير اللي نسمعوهم في الشارع وفي كل مكان، لي زاتوشمون وفي لي مويان دو ترونسبور، خاصة في لي بوس، في لي تاكسي كوليكتيف، في المترو اكسيتيرا، وحتى بالنظرة لما تحس المرأة أنهم يشوفوا فيها بإصرار في الجسم نتاعها، هذا يعتبر أخسلمون ومساس بحرية المرأة كفرد في حياته اليومية. المرأة الصحفية هي كذلك تتعرض ككل مرأة في العمل في الجزائر، بحكم أنها طبيعة العمل تاعها يخليها أنها تكون في تواصل دائم مع كل شرائح المجتمع والرجل خاصة. دونك وفي أغلب الأحيان المتحرش يكون، أنا نشوف الإعلام أنه المتحرش دائما يكون السوبيريور، وين يطلب من الصحفية بعض التنازلات اون روتور، يمنحها عمل او حصه وترخيص باش تقوم بموضوع ما، ويعني اصبحت يعني اصبحت سي اون موني كورونت في الصحافه، اصبحت شيء عادي وين سي دوفنو بانال. دونك وين المراه او الصحفيه تشوف من مثل هذا النوع من التحرش في مكان العمل. اميره، انت كامراه هل سبق لك وان شاهدتي عمليه للتحرش لصحفيه او زميله في مكان عملك، وهل بامكانك ان تفسري لنا ذلك؟ انا بيرسونيلمون تعرضت للتحرش دام لعده اشهر في مكان العمل، وكان زميلي في الاول بدات يعني الحكايه بدات باتصال، من بعد دي اس ام اس با تري تري ابروبريي. دونك لا بيرسون ان كيستيون مو فوزي دي افونس، وبالرغم اني فهمت انه علاقتنا ما لازمش تخرج من نطاق العمل، الا انه واصل الرسائل والاتصالات بعد اوقات العمل باستمرار، حتى وين بدا يقول انه انا راهو عجبني الحال، وانه فارق السن بيني وبينه هو اللي ما خلانيش نصارحه بمشاعري. وبعد مده الشخص هذا استقال من العمل وواصل التحرش ومراقبه كل تحركاتي، يعني في اما في الشارع او في مكان العمل في الحي اللي كنت نعمل فيه. وفي الاول يعني انا ما كنتش مسميات وتحرش لانه سونيتي با كاركتير سيكسوال، لانه كلامه ما كانش ذات طابع جنسي، ففي في في بالي ما كنتش مسميات وتحرش، وربما هذا هو الشيء اللي خلاني اني ما نشكيش به المدير التحرير والإدارة العمل، وهذا الشيء تسبب لي يعني بضغط نفسي كبير واثر عليا وعلى حياتي الخاصه، حياتي العائليه، اثر عليا في العمل على ما برودكتيفيتي. أميرة، كيف هي نظرة المجتمع للمرأة الصحفية؟ المجتمع الجزائري بطبيعته ذكوري ومحافظ، يشوف أنه في غالب الأحيان المرأة الصحفية كامرأة ربما سهلة المنال، لأنها دائما في اختلاط مع الرجال وتحت الأضواء مثلا كالصحفيات التلفزيون والإذاعة. ففكرة أنه المرأة تعمل كصحفية ماهيش دائما اختيار، ماهوش دائما اختيار مرحب به ومقبول في المجتمع الجزائري. ونشوف أنه هذا النظرة عندها علاقة بالتربية وبالصورة النمطية في نفس الوقت، لأنه دون لا كونسيونس كوليكتيف يقتصر دور المرأة في مجموعة صغيرة من المهن، دايما عندها خلفية مع دورها في البيت. وحتى من جهة الإعلام والصورة النمطية، يعني الإعلام مازال يقدم المرأة بالصورة النمطية المعلبة من خلال مفهوم الموديل، وهي يجعلها وسيلة للجذب الجنسي وفقط أداة باش تزيد الاستهلاك للبرامج والمحتويات الصحفية، وليست صانعة الرأي العام. هل هذه النظرة للمرأة الصحفية لديها علاقة بالتربية أو عبارة عن صور نمطية لما يشاهده المجتمع عبر الإعلام؟ وحسب رأيك أميرة، كسؤال ختامي، ما هي الحلول للحد من ظاهرة التحرش ضد المرأة الصحفية؟ أنا أظن أنه للحد من ظاهرة التحرش في التحرش اللي تتعرض له المرأة الصحفية تبدأ أولا وأهم شيء أنه المرأة تفهم من وقتاش يبدأ ولا تبدأ كلمة التحرش، لأنه ما راهوش غير التحرش، ما كاينش غير التحرش الجنسي، حتى يعني بعض السلوكات اللي ربما ما تحتويش على ألفاظ ذات طابع جنسي تعتبر تحرش، حتى النظرة تعتبر تحرش. دونك لما المرأة تقول ستوب، وتقول يعني ابتداء من وقت اللي تقول فيه ستوب ومانيش قابلة هذا السلوك، ويكون تكون مواصلة، يعني المتحرش يواصل هذا الشيء ويكمل وما ياخدش بعين الاعتبار يعني جواب المرأة،
فمن هنا يبدا التحرش. نظن انه اهم شيء يكون فهم التحرش من وين يبدا التحرش للمراه الصحفيه. وثانيا ونقطه مهمه كذلك القوانين، مش فقط القوانين الكتابيه، قوانين داخليه داخل المؤسسات الاعلاميه، لازم تعاقب كل انواع التحرش والسلوكات الغير اللائقه اللي تعرض لها المراه داخل مكان العمل أو في إطار العمل بصفة عامة. لازم يكون تحديد لمفهوم السلوكات الغير لائقة وتحديد المفهوم للتحرشات، ويكون معاقبة من المؤسسة للمتحرش، وخاصة القوانين كالسلطات أنه تكون تطبيق، ما تكونش غير كتابة للقوانين وما تكونش حبر على ورق، ويكون في إطار تطبيق، يكون معاقبة يعني لكل متحرش. نظن أن هذه الحلول أهم الحلول اللي لازم تكون باش نحدوا من ظاهرة التحرش اللي تعرض له المرأة الصحفية. سيدة أميرة بوجمعة، شكرا جزيلا على كل هالتوضيحات، شكرا للشهادة اللي قدمتيها لإذاعة من الصوت لهم، وتبقي على خير. هذا المحتوى الإذاعي في إطار مشروع شبكة الإذاعات الجمعوية المغاربية بكل من المغرب، تونس والجزائر. تشرف عليه كل من جمعية مبادرات مواطنة، منظمة إغيم، والاتحاد التونسي للإعلام الجمعيات.